عليم العشا وجوع كيف النه جوعني قطعني جو السنة سطشني صقع يا محمد صقع. فكل يوم اتعملت ما تزعلكش. يجي بقى يقول لي ايه انت ما راكش غير المبكبكه يا معلم. يقول له يا ليفه يا ليفه الشتا يحب المبكبكه. ما شاء الله. مرحبتين ومرحبا. هلا بينا. انزل يا باشا الحته اللي ادينا بتاعتك. ايوه شويه ريش ضاني اللي معاك يا باشا. هتنزل بالريش الضاني بتاعتك اللذيذه دي كده. ايوه لحمه دهب ما شاء الله. اهم حاجه تشوح كويس. شايف اللون ده كده نو كلر نو فليفر فاهم. هشوح لحد ما تاخد لون كويس. بعد ما شوحت كده تبتدي تنزل ايه بصلايه واحده كبيره كده وقلب الكلام ده كله كويس مع بعض. ان شاء الله البصل اتحمر تماما. ده فلفل سبايسي. تنزل هنا بقى بالتوابل بتاعتنا ايه اعتبرك في اول كومنت. حاجه تديها تقليبه حلوه كده بحيث ريحه التوابل تطلع معاك. معلقتين صلصه طماطم. تدي الكلام ده كله تقريبه مع بعض كده برده. بعد كده تنزل بطماطمايه متقطعه كده شويه ميه صغيرين بس عشان ناخد الدفاع الحلة ده. ايوه الله ينور. بص وش الطريقه بتتسبك طماطم كده بقى لها 10 دقايق اتسبكت تماما. نبتدي ننزل بميه ساخنه. ده تقليبه كده حلوه. اول ما تبتدي تغلي معاك بقى تتغطى نص ساعه ان شاء الله تكون 100 100. بعد مرور نصف ساعه نبتدي نفك الضغط. تنفخ كاوتش عربيه تقليبه. بسم الله. هوبا هلا بسم الله. يا ابو سلمين هاد الركرك اللي مركركتاش اللي هاد الركرك اللي مركركتاش كركركتاش لغلغ. ولا ول سوى اللحم ان شاء الله. هو اللحم اصلا دايب في المكرونه ان شاء الله. او انت وانتوا مظبطين. ايه رايك يا احمد انت لسه بتاكل؟ تسلم ايدك والله يا شيخ محمد. تسلم ايدك يا شريك. وانت بتاكل وانت بتاكل. تسلم ايدك يا راجل. وانت بتاكل وانت بتاكل. تسلم ايدك يا شريك والله. جميل. زي العسل. اهم حاجه مستر حماده. اهم حاجه مستر حماده. الله ينور والله. تمام تمام. الراجل ده لا اصل الراجل ده واكل كذا مكان. اه والله.